تمام كده، المفروض ان هو كده بيسجل عندك صح؟ طيب، فده ايه؟ ده اللي احنا بدأنا نتكلم فيه المرة اللي فاتت، وخدنا حاجة مهمة جدا، قلنا ان في حاجة اسمها اللائحة التنفيذية بتاعت قانون البيئة لسنة 94. دي كانت حاجة من الحاجات الأساسية المهمة جدا عندنا اللي بنستند إليها الحقيقة في المشاريع المختلفة. أي مصنع أو أي شركة إن شاء الله لما تشتغلوا بإذن الله رب العالمين ربنا يوفقكم بإذن الله خلاص، يعني في عنده حاجة اسمها سجل بيئي، وفي مهندس اصلا بيبقى مسؤول من اداره الصيانه، او يعني بيوفروا له حد معين يعني بيفولو اب الموضوع دوت. بيعمل ايه؟ بيعمل سجل بيئي، بيجي تفتيش من وزاره البيئه، بيتاكدوا ان كل حاجه تمام بغض النظر بقى عن اي حاجه اخرى ممكن تتم، لكن في العاده يعني في حاجه اسمها سجل بيئي. السجل البيئي ده عباره عن فايل، الفايل ده بيتم تسجيل فيه كل البيانات المعدات اللي موجوده عندكم، وكل واحده من دول المفروض بيبقى ليها اكسبتنس ليميت في النسبه للبوليوشنز بتاعها، سواء بقى حاجه مثلا بتعمل جريندنج، حاجه بتعمل اكزوست مثلا للداست، حاجه بتعمل مثلا بوليوشنز بتطلع سموك مثلا زي المداخن بتاعه الغلايات وغيره. طبعا انتوا عارفين مفيش مصنع بيخلو من الغلايه، يعني غلايات كتيره جدا في مصانع كتيره جدا، لكن يا غلايات يا معدات اخرى خاصه بالباور يعني. فطبعا التكييفات ده اساسي، فتلاقي مثلا السجل البيئي يقول لك مثلا في حاجات معينه لازم تاخدها في الاعتبار وانت بتنشئ المدخنه، مثلا في حاجات بتاخدها في الاعتبار وانت بتعمل اناليسز، بتعمل جهاز اناليسز وتشوف فعلا السموك اللي خارج عندك ده ليه نسبه الكربون قد ايه، نسبه اول اكسيد الكربون كام، الهيدرو كربون الامبيرند الغير محترق قد ايه، و و و الكلام ده كله لازم بناخده في الاعتبار ونسجله في السجل البيئي بتاعنا. في حاجات كتيره جدا، بوليوشنز كتيره جدا في الهواء، بلس طبعا الحاجات اللي احنا بنرميها زي المخلفات بتاعه الميه مثلا، الدريم مثلا بتاع الغلايه، الحاجات دي كلها دي حاجات بتترمي في الصرف، فلازم يبقى في حاجه اسمها صرف صناعي، ما يبقاش ينفعش ارمي الحاجه مثلا في مكان صرف عادي وكلام من ده، فتقدر تعمل مشاكل كبيره جدا في المواسير والكلام ده كله. فكل الكلام ده ان احنا المفروض بناخده في الاعتبار خلاص كده. فعشان كده كان من الضروري جدا ان الارقام اللي احنا نبقى واخدينها، لان ده قانون، قانون يعني ايه؟ يعني انت المفروض بتيجي تفتش عليا، فالمفروض ان انا بتقيس، بتعمل تفتيش وتقيس القياسات بتاعتك المختلفه وتقول لي انت وذن الليميت ولا لا. لو انا وذن الليميت يبقى انا تمام، لو انت بتديني الابروف ان انا اكمل، ولكن لو انا وذوت الليميت بالعكس بتحط عليا غرامه، المفروض ان انا طبقا في لائحه عقوبات، العقوبات الموجوده عندي في البتاع ديت، فتحط عليا غرامه او وكمان في نفس الوقت ممكن في بعض الاحيان تصل الى غلق المصنع يعني، او غلق المنشاه يعني. فالكلام ده كان مهم جدا احنا نطلع عليه يعني. الحاجات دي يا باشمهندسين على فكره انت اغلب شغلكم في السوق مش هيبقى يعني في ناس طبعا هتشتغل تكنيكالي قوي، الناس اللي تشتغل في المينتنس مثلا، الناس اللي تشتغل في البروجكت في الديزاين، في ناس منكم هتشتغل في الاداره، والناس اللي هتشتغل من الاداره هيبقى من الضروري جدا انها تفولو اب الرولز وتشوف القوانين. فحتة ان انت تدرس قانون او تبص على القوانين هتلاقيها النهاردة انت ممكن في بعض منكم يشوفها غريبة، لكن بعد كده لما يشتغل هيلاقي ان هو اصلا بيشتغل في ده، لانه مثلا ايه لازم يفولو الرولز يعني، لازم المنشأة بتاعته صناعيا او يعني دول تكنيكالي يعني المفروض انها تتبع الرولز اللي شغالة في تبع المنشأة دي، فلازم يرجع للقوانين، سواء بقى القوانين بقى لو انت مثلا بتشتغل في المقاولات خلاص كده، في شركه مقاولات هتلاقي نفسك بترجع للقوانين المقاول ومقاول الباطن ومش عارف ايه هتلاقي نفسك القصه دي مهمه جدا بالنسبه لك، وتلاقي نفسك اصلا بعدت شويه عن التكنيكال يعني، تلاقي نفسك رحت خالص بعيد عن التكنيكال خالص وبدات تشتغل في حاجات تانية زي السيلز وزي مثلا البروجكت مانجمنت، وتشتغل في حاجات ليس لها علاقه بالهندسه خلاص كده من وجهه نظرك انت، لكن من وجهه نظرنا احنا لا، هي طبعا بتفولو وبتميت الريكوايرمنتس بتاعت الهندسه بشكل كبير جدا. فمنكم اللي هيشتغل في الحاجات دي، ومنكم اللي هيشتغل في الاداريات المختلفه خاصه بقى بالبوليوشنز والحاجات ديت، في منكم بقى ناس هتشتغل في السيفتي يعني. بص بقى يعني اللي يشتغل في السيفتي ده يبقى يعني من الاخر كده في المنشآت دوت، ده بيبقى دايما هو التوب بتاع المنشآت، بالذات في المنشآت البتروليه يعني، حد راح بترول واشتغل في سيفتي يعني.
الناس بتوع السيفتي دي بيبقى لهم الابر هاند على الناس كلها. فانيوي دي كده كانت طبعا الناس بتوع السيفتي بيشتغلوا في السيفتي وبليوشنز، يعني هم اللي بيفولو اب وبيراجعوا لان انت عندك في البترول يعني او عامه يعني في عندك قسم اسمه الايه اسمه الاتش اس اي، الاتش اس اي اللي هو الهيلث سيفتي اند انفايرمنت، لان بيتكلم على الانفايرمنت كم كده. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا هو بيتكلم على البليوشنز والبولتنس والحاجات دي كلها الخاصه بالايه بالجو. فده ده ده قطاع مهم جدا وموجود عندنا وقطاع عليه شغل كبير جدا في السوق عندنا. فمن ضمن لما الحاجات كنت تطالع وعارف قانون البيئه وكلام من ده وعارف ان في حاجه اسمها ايزو، خلاص كده الايزو ده 9001 خلاص كده 50001، 50001 ده مثلا 50001 ده مثلا خاص بالحاجات البيئيه، فده مهم جدا جدا جدا. يعني المنشأة لما تكون واخده حاجه زي كده بتبقى مهم جدا ان احنا ايه نشتغل عليها. ففي عندك مهندسين بس بيشتغلوا ان انا مثلا اروح لمنشأة ازاي اخليها تحصل على الايزو 5000 و50000 واحد ده مثلا او الايزو 9000 واحد، فاهم قصدي؟ يعني يعني ايه يعني دي تعتبر تارجت. طبعا هتقول لي ده ايه علاقتها ده اداريات وورق وكلام من ده، ولا لا 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 الكلام مش اداريات ورق، ده على ارض الواقع اللي بيجي يقيس ويحلل ويقرا ويبص. فانت لما تبقى مظبط الدنيا ومظبط معداتك ودنيتك صح الدنيا تبقى ماشيه صح. فبس بحابب بس اديكم كده ايه يمكن بريف كده صغير عن اهميه الماده وبعض المواد اللي انت من وجهه نظرك شايف انها مش مهمه، زي ماده مثلا بروجكت مانجمنت ديت. انا كنت طالب في يوم من الايام فكنت بدرس الماده واقول ايه ده، انا ايه علاقتي ده، انا راجل مهندس ماليش علاقه بالبروجكت وكلام من ده. اتضح لا ده انت لازم عشان تعمل بروجكت لازم يبقى عندك بروجكت مانجمنت ولازم تبقى تايم بلان ولازم تبقى عندك اكتيفيتيز وتمشي وراها وتفولو اب وتشوف انت بالتارجت بتميت التارجتس بتاعتك في البلان بتاعتك اللي حطيتها ولا لا. حاجات كتير جدا 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 كان الواحد فاكر انها ممكن ايه ممكن تبقى بسيطه وكده، لكن انا فعلا يعني الواحد حس باهميه الحاجات دي بعد كده. فخلينا بقى نبدا في الجزء اللي احنا كنا بنكمل عليه المره اللي فاتت ونبدا نتكلم على الكومن اير بوليتانس اللي هي البوليتانس اللي موجوده عندي في الهواء او الشوائب او الملوثات اللي موجوده في الهواء. ففي عندنا طبعا حاجات كتيره جدا من ضمنها البارتيكوليت ماتر اللي هي البي ام يعني، والبي ام ديت بتبقى حاجات عالقه سسبندد كده بارتكلز كده بتبقى موجوده عندك في الهواء العالقه في الهواء التراب والشوائب اللي موجوده في الهواء اللي هي بنسميها توتال سسبندد بارتكلز تي اس بي، ودي عاده السايز بتاعها بيبقى اقل من 100 ملي، حاجات صغيره جدا. لو انت بقى حاجات بقى لو انت ممكن تبقى سسبندد برضو بس تبقى ريسبيربل يعني تتنفسها تخش بقى جوه فتبقى ار اس بي خلاص كده، ساعتها السايز بتاعها بيبقى اقل من 10 ملي بنقول عليها بي ام 10، بي ام بارتيكليت ماتر تايب 10 يعني خلاص كده. بي ام 10 دي معناها ان هي اقل من 10 ملي، ودي حاجات احنا بنتكلم ايه بنتكلم عليها صغيره ايه صغيره جدا. انا اسف يا جماعه دي مش ملي دي انا اسف دي مايكرو دي مكتوبه غلط ايه ده دي مايكرو خلاص كده دي مايكرو خلاص كده دي 100 ملي مايكرو دي 100 مايكرو ملي و10 مايكرو ملي تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده عندنا ايه عندنا اللي هو الجازز او الغازات الاحتراق الجازز بوليتانس يعني اللي خارجه من عندي. في عندي بقى حاجات خارجه من الملوثات الطبيعيه من مداخن وكلام من ده زي المداخن اللي انت شايفها قدامك دي. في عندنا السوكس في عندنا النوكس في عندنا السي او، وطبعا انتوا عارفين الحاجات دي طبعا مع الايه مع الـ مع المطره وفي وجود الفوتوكيميكال زي ما رول فاتت اتكلمنا مع بعض بتبدا تكون ايه الاسيديك رين والحاجات دي كلها. السي او يعتبر من الحاجات الخانقه بيخنق موت، عشان كده لما بيحصل مثلا لما تروح تدرس فاير فايتنج يعني برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا المفروض عايزين ندخلها في المواد بتاعتنا اللي هي الفاير فايتنج. الفاير فايتنج ديت المفروض ان انت بتعمل ديزاين لفاير فايتنج سيستم، فعشان تعمل فاير فايتنج سيستم من المهم جدا ان انت بتعمل حاجه اسمها ايفاكويشن بلان اللي هي خطه الاخلاء ديت. الضروري جدا ان في خطه الاخلاء ان انت تعمل اخلاء سريع للمبنى بشكل كبير جدا عشان العنصر ده المناي البنيه ده. الفكره مش في الحريقه نفسها، يعني انت لما تخلي المبنى انت ما بتبقاش خايف من الحريقه نفسها، انت بتبقى خايف من السموك من الدخان من السي او ده، لان الحاجات دي بتنتشر اسرع بكتير جدا 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 من النار. يعني انا ما يهمنيش ان انا الناس ما بتموتش من النار على فكره، الناس بتموت من السموك اللي بينتج من الايه من النار ده، ان بيبقى كميات ضخمه جدا بتمشي بسرعه جدا وجودها في المبنى ممكن تعمل ايه على طول ممكن تشم شويه كده انت ما تحس بنفسك اغمى عليك
حصل اغمى عليك ده، يعني انت خلاص انتهت، يعني خلاص بقى بيبدا الانسان يموت وكلام من ده، لان حصل ان هو ايه، ان نتيجه لاستنشاق السي او ده على فكره ليس له رائحه، ملوش ريحه، وبالتالي ممكن الواحد عمال يشم في سي او ومش عارف. تمام، فدي ايه، دي مشكلته يعني. طبعا من ضمن الحاجات برضو الاخرى اللي موجوده عندنا في الجازز يعني، اللي هي الفي او سي، اللي هي الفولاتايل اورجانيك كومبوننت، دي بتبقى حاجات عالقه في الايه، في الجو زي كومباوندز كده عالقه معايا. برضو في عندي جازات اخرى زي حاجه اسمها البان، اللي هي بايركس سيتالين تريتس يعني، واللي هي بتبقى بتسبب بعض الامراض زي مثلا الكانسر والحاجات ديت. وطبعا وجود طبعا اللي هو الاو 3 او الاوزون، برضو من ضمن الحاجات اللي احنا ايه، اللي احنا بنبقى وجودها عندي هنا مش كويس، لانها بتكسر ايه، بتعمل مشاكل كبيره جدا في بتتفاعل يعني، وتبدا تعمل الاسيد كرين والحاجات دي كلها. الفوتوكيميكال بوليتنس بقى، اللي هي الفي او سي والاو 3 والبان والسي اف سي، زي الحاجات اللي هو الفريونات، حضراتكم عارفين الريفريجرنت، كل الريفريجرنت بقى كلورو فلورو كاربونز والحاجات، طبعا وجود طبعا بالاضافه الى وجود ثاني اكسيد الكربون ووجود بخار الميه، ودول انتوا عارفين دول اللي بيعملوا جاي حاجه اسمها جازي جاز راديشن، وبيعلوا طبعا الجرين هاوس ايه، جرين هاوس افكت. فجم قالوا ايه، قالوا طب مصادر الحاجات دي ايه، قال لك مصادر الحاجات دي كذا حاجه، منها حاجات ناتشرال يعني حاجات طبيعيه زي الفولكانوز مثلا، دي بتنتج عنها بارتكل زي SO2 H2S والCH4 سموك بتاعها خارج كده، ممكن تبقى فاير حريق عادي جدا وبينتج عنه الهيدروكربونز والسي او والسي او 2 والنوكس والامبرند هيدروكربونز وحاجات كتيره، ممكن يكون سبب الداست والستورم والحاجات دي كلها، ودي تبقى حاجات طبيعيه، دي حاجات كلها طبيعيه. الاوشنز والحاجات ديت كلها بتعمل كروزن سولتس، اللي هي الايه، الايروسولز، اللي هي الكروزيف سولتس ايروسولز، اللي هي الحاجات اللي بتبقى خارجه من البحر وكده، تحملها في الهواء. في برضو اللايتنج بروديوسز نوكس والاو 3، الحاجات اللي بتنتج عنها النوكس والايه والاو 3، بعض الحاجات اللايتنج يعني. التنفس الطبيعي بتاع الانسان بيطلع ثاني اكسيد الكربون. في حاجات بقى ارتفيشال احنا بنستخدمها خلاص كده، زي مين، زي الحريق العادي جدا اللي هو الستيشنري كومبوشن، عادي جدا بتحرق عادي جدا، بتولع في غلايه، بتولع في بتحرق داخل مثلا فرن وهكذا، او حاجات موبايل سورسز زي مين، زي مثلا العربيات بكل انواعها، كل العربيات بكل انواعها دي تعتبر مصدر من مصادر البوليوشنز اللي موجوده عندنا. طيب تأثير بقى الحاجات دي عندي ايه، نبدا باول تاثير عندي واقوى تاثير عندي، وهو تاثير النقص. النقص تاثيره بيعمل حاجه اسمها سمج اللي هو سموك مع فوج، تلاقي الدنيا عامله زي ضباب كده خلاص كده، في وجود ايه، في وجود سموك، يعني سموك مع ايه، مع ضباب خلاص كده، ده مشكلته كبيره جدا، بيعمل طبعا مشكله في الرؤيه كبيره جدا، وطبعا مشكله في التنفس. بيعمل كمان الاسيد كرين اللي هو المطر الحمضي، بيكون ال H2NO3، بيعمل كمان ايه، مشاكل في الميه، بيغير في الكواليتي بتاعه الميه، بيعمل توكسيك، بيخلي الاتموسفير بتاعنا سام الى حد ما، بيعمل حاجه طبعا مشكله كبيره جدا هي الجلوبال ايه، جلوبال وورمنج يعني. عشان كده الناس بيحاول بقدر الامكان من سنه 1970 وهم بيحاولوا يقللوا في النوكس، استخدامات النوكس والحاجات دي كلها. فحتى احنا عندنا في العربيات دلوقتي بقى في عندنا سنسورز لقياس النقص، يعني من ضمن الحاجات حتى لما تيجي تعمل جهاز اناليسز، الجهاز اناليزر نفسه من ضمن الحاجات اللي بيطلعها لك لازم يطلع لك قيمه النقص قد ايه. النقص طبعا هو عباره عن حاجتين على فكره، وانتم عارفين النقص ده اللي هو ايه، النقص ده اللي هو ايه، الان او 2 الان او 3 الحاجات دي، الان او كمان الحاجات دي اللي هي الان او، فهو بيقول اكس دي اختصار بس لايه، ان هي ممكن تبقى 2 تبقى 3 يعني، فاهم قصدي كده يعني. نفس الكلام بالنسبه للسوكس خلاص كده، اللي هو مركبات الكبريت يعني، ده في منتهى الخطوره. عشان كده بدلوا في الوقود نفسه بتاع البنزين بطلوا يستعملوا الرصاص والحاجات اللي كانت بتؤدي الى حدوث ليه سوكس وكده. هم كانوا بيستخدموا الرصاص زمان عشان يعلي الاوكتان نمبر، عشان يقلل فكره الديتونيشن اللي بتحصل داخل المحرك، فبطلوا يستخدموا الرصاص دوت، وبقى يغيروا في الخواص بتاعه البنزين نفسها،
ويعلوا بيها او حاجه تانية يعلوا بيها رقم الاوكتان، مش لازم يستخدموا رصاص يعني، لان طبعا الرصاص كان ضار جدا في الفتره بتاعت الثمانينات والتسعينات دي، كان بيزود نسبه النقص في الجو، وده يمكن اسباب السوكس قصدي الموجوده في الجو، ده الاسباب اللي كانت موجوده في ذلك عشان كده منعوها يعني، من ضمن الحاجات اللي علت الجلوبال عملت تاثير على الجلوبال وورمنج يعني. بتعمل طبعا اسيد كرين، بتعمل ريسباير ثواني بس عشان الالم. طيب بتعمل مشاكل في التنفس زي ما اتفقنا، يبقى بتعمل الحاجات دي كلها في نفس الوقت، طبعا بتؤدي لحدوث كانسر يعني اعوذ بالله يعني. طبعا كل ده بيعمل حاجه اسمها جرين هاوس افكت، من ضمن الحاجات اللي بتعملها جرين هاوس افكت برضه تاثير، طبعا تاثير قوي جدا 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 لحاجتين عنصرين مهمين جدا، ميه وليه وبخار الميه، بس الميه وثاني اكسيد الكربون. تاثير بس ثاني اكسيد الكربون يعتبر ايه، يعتبر برضه تاثير قوي يعني، من ضمن التاثيرات المهمه جدا، بسبب ان ثاني اكسيد الكربون دوت بيمتص الكونسنتريشن بتاعه عالي جدا، وبنفس الوقت بيمتص اشعه، بيستمس الراديشن عالي جدا، ويبدا يعمل له اميشن مره ايه مره تانية. فكل وجود بقى الميه وجود السي او 2 الاثنين دول مع بعض بيبداوا يعملوا لي ايه، بيعملوا لي تاثير الايه الصوبه الزجاجيه اللي انتوا ايه حضراتكم عارفينها دي، لانه يحتفظوا بالايه بالحراره يعني. طيب شوف بقى الهيلث افكت، تاثير الصحه بقى على الايه من الكلام ده كله. تعال نشوف مثلا الكربون مونوكسيد بيعمل ايه. طبعا اولا هو كلرليس وفي نفس الوقت اودرليس، يعني ملوش لون ولا ريحه بيتحرق من الفيولز اللي هي الكربونز فيولز كلها، موجود من الاكزوست كارز طبعا بشكل كبير جدا وبشكل يومي. طبعا بيعمل ايه، بيعمل هيدكس لما تسمع تشم ثاني اكسيد كربون كتير، تلوث كتير على فكره، تحس بصداع، تحس بتعب، تحس بزغلله في العين، تمام كده، ده ثاني اكسيد الكربون. السلفر دايوكسيد اللي هو الاس او 2 بينتج طبعا من حريق الفحم والحاجات الفيولز والكربونات والكلام من ده، وده بيطلع طبعا في الباور بلانت وكلام من ده، وده بيدي ايه، بيدي بيسبب ايه كحه، بيسبب الكحه، بيسبب ضعف في التنفس خلاص كده، بالذات الناس اللي عندهم الازمه يعني، الناس اي حد عنده ربو يعني بتبقى عنده مشكله كبيره جدا في موضوع الايه تنفس الايه السلفر دايوكسيد. نفس الكلام بالنسبه للنيتروجين دايوكسيد او الـ NO2 يعني، هو طبعا لونه براون شويه، براون جاز كده او ريدش، مالي على محمر على احمراري كده، موجود طبعا في العربيات والباور بلانت والحاجات دي كلها اللي احنا بنتكلم عليها، بيأثر طبعا على الرئه، بيسبب الكحه، بيزود الايه مشكله في بيعمل مشكله في الجهاز التنفسي، بيؤدي ان هو يبقى سهل قوي ان هو مش قادر يتنفس يعني. البارتكليت مطر البي ام يعني، طبعا هي موجوده في الجو بديفرنت سايز خلاص كده، بس احنا بنتكلم على الجزء اللي هو بيتم تنفسه يعني، بيبقى جاي طبعا من الفول والدست والحاجات والسموك والفوج والحاجات دي كلها، والحقيقه كان بيعمل مشكله كبيره جدا في الجهاز التنفسي يعني، بيأثر على ضربات القلب، بيأثر بشكل كبير جدا على ضربات القلب، بيؤدي الى امراض كثيره جدا في الرئه، بيزود المخاطر بتاعه التنفس من الاخر يعني. طيب في ديفينيشن كده في وسط الكلام واحنا بنتكلم عليه بتاع النوكس ده، قلنا كلمه سمج. ايه سمج دي؟ سمج ده عباره عن حاجتين، عباره عن حاجه اسمها سموك خلاص كده، او غاز يعني خلاص كده، مع ووتر فيبر مع الاتش 2 او او الميه خلاص كده، الغاز او فبيعمل كومباينيشن كده، هي سموك مع فوج خلاص كده. فقالوا ايه، قالوا بما ان فوج ده الميه والسموك ده اللي هو الدخان والجاز اللي خرجت معانا بما فيه الدست، فقال لك هنسميها سمج. فقالوا ايه، قالوا هناخد اول ايه كلمه هنا وكلمه هنا، الاو مشتركه، وناخد الجي هنا وناخد الاس ام في هنا، بقى اسمها سمج. فدي بتتكون ايه السمج ده بقى، بيتكون لما بيكون عندي درجه حراره عاليه جدا في الاتموسفير، في وجود الشمس يعني، الشمس كمان موجوده يعني، في عندي فوتوكيميكال رياكشن، فبيعمل حاجه اسمها فوتوكيميكال سمج خلاص كده. وده عاده بيحصل امتى؟ لما يكون عندك الدنيا زحمه يعني، العربيات كتيره جدا واقفه ورا بعضها وكده، ودرجه حراره عاليه جدا، الجو حر، فتحس ان الدنيا كده بقت ضباب. اعتقد ان امبارح كان كده، اعتقد لو خدتوا بالكم امبارح اللي يمشي منكم في الشارع كان يشوف المنظر ده، كان يشوف ان انت ازاي انت ماشي في الشارع تحس ان الدنيا فيها ضباب، تمام كده، تحس الدنيا فيها ايه، فيها ضباب يعني.
فعشان كده ده بيعمل كمان حاجه اسمها البلاك كلاود، اللي هي السحابه السوداء اللي احنا شايفينها فوق القاهره كلها بالكامل لحد حلوان، منطقه حلوان، وعندك الناحيه الثانيه من الدقي وحي ابو رواش، وتحت من عند شبرا الخيمه، كل المنطقه دي كلها كده في قلب القاهره، المنطقه في قلب القاهره دي كلها بالكامل بتبقى ايه، بتعمل بلاك ايه، بلاك اوت. ثانيه واحده سيب معايا معلش. تمام يا شباب. فوجود الكلام دوت بقى هو ده بقى ايه، وجود بقى ايه الفوج ده مع الكومبينيشن مع السموك يبدا يعمل لي حاجه اسمها السمج، فتلاقي بقى السحابه السوداء الكبيره اللي على القاهره واخدها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، فبيسموها البلاك ايه، البلاك كلاود. ده طبعا نتيجه لوجود طبعا موجود فيه مع وجود الشمس اللي موجوده عندنا في الايه، في الجو. فده يعمل لك السحابه السوداء اللي حضرتك شايفينها دايما على طول كده، بص فوق كده دايما تلاقي بالذات في الصيف تلاقي الحته كده، تحس ان السحب كده لونها مسود كده، يعني في حاجه كده لطشه سودة كده موجوده عليها. تاثير السمج ايه بقى عليا؟ الحقيقه بيؤدي الى وفاه وبيؤدي الى وجود كانسر، وفي ديزيز كتيره جدا حصلت في الموضوع دوت، يعني في ناس كتيره حصل لها موت يعني في لندن من سنه 1873، وفي ناس كتيره جدا يعني دي كانت اول حاله، في ناس كتيره ماتت كتيره جدا بعد كده، لانه اول حاجه بيعمل ليميتنج للايه، للفيزابيلتي للرؤيه، بيقلل اليو في راديشنز، بيعمل بلاك كلر اوفر سيتيز، خلاص كده فوق السيتيز، يعني بيعمل لك مشاكل كبيره جدا في في الجهاز التنفسي، خلاص كده، وده اللي بيؤدي في الاخر الى ايه، الى الوفاه. يعني في عندنا بقى حاجه اسمها فوتوكيميكال سمج. ايه الفوتوكيميكال سمج؟ اقول شايفين المنظر قدام المدن ده اللي شايفه ده، المنظر ده يعني المدينه، بص بقت عامله ازاي، يعني دي المدينه اهي قبل ودي بعد، خلاص كده. ده بسبب وجود ايه، وجود السمج اللي احنا قلنا عليه. السمج ده عباره عن ايه، عباره عن ميكشر من الاير بوليوشنز، بيعمل وجود النيتروجين، يعني كمان في وجود ايه، في وجود النيتروجين اوكسيد اللي هو النوكس، يعني وجود السمج مع النوكس وموجود الشمس بيبدا يعمل لك ايه، يعمل لك الايه، الفوتوكيميكال ايه، فوتوكيميكال سمج اللي احنا بنتكلم عليه ده. فاذا ال 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 الحاجات دي مع بعضها كده وجود الهيت ووجود الشمس يبدا يعمل ايه، بيعمل لي مشاكل كتيره جدا. بيعمل ايه؟ من ضمن الحاجات ان هو بيعمل لي جراوند ليفل اوزون، الاوزون يبدا يتكون على الارض، ودي مشكله كبيره جدا. بيعمل لي اذر فوتوكيميكال اوكسيدانتس، يعني اكسيدات اخرى، بيكون لي الالدهيدات، خلاص كده. بيأثر كمان على الايه، على البوليوشنز بتاعتي بشكل كبير جدا بالنسبه لايه، بالنسبه للهواء. حد ليه اي سؤال يا شباب لحد دلوقتي؟ تمام يا دكتور. طيب نكمل بقى برضو عندنا في البوليوشنز بروبلم، بعض البوليوشنز بروبلمز الاخرى، في بروبلمز اخرى او مشاكل اخرى موجوده عندنا، زي ايه؟ زي الجرين هاوس افكت. ايه تاثير ايه اللي هو الجرين هاوس افكت وتاثيره ايه؟ يعني انت ممكن تقول لي ان معظم السولار راديشن، طبعا انتوا اخدتوا سولار راديشن طبعا، فعارفين ان السولار راديشن في جزء بيحصل له ريفليكشن من بره بره، وفي جزء بيعدي، في جزء انت بيوصل الارض ده دايركت بيم، وفي جزء بيحصل له سكاترينج، وفي جزء بيحصل له ريفليكشن. فيعني في الاخر ان ايه، ان في اشعه شمس وصلت عندك، تمام كده. كل اشعه الشمس ديت خلاص كده بتنزل جوه، يعني مثلا لو انت عندك، احنا بنيجي نعمل صوره زجاجيه بازاز بنعديه، بيبقى في عندك هنا H2O مثلا، وعندنا CO2 مثلا موجود، فوجود الراديشن هنا في الحته ديت بيمتص الغازات دي، بتمتص الراديشن ويفضل محتفظ بيها جوه، ويبدا يرفع درجه حراره جوه، فتحس ان درجه حراره جوه المكان عاليه. يعني انت النهارده مثلا لو سبت العربيه بتاعتك مقفوله في الشمس، خلاص كده الشمس بتسقط بتعدي من خلال الازاز، خلاص كده، فبتسخن الهواء اللي موجود جوه، فبترفع الانترنال انرجي بتاعت الهواء اللي موجود جوه، فتبدا درجه حرارته بتبدا ايه، تبدا تزيد. فعندك الايه، عندك الاكسجين الميه والكربون دايكسايد اللي هو ثاني اكسيد الكربون الموجود عندك،
بيبداوا يسخنوا، فاهم قصدي، ويستقبلوا هذه الايه، هذه الحراره مره تانية، الحراره اللي داخله دي. طبعا بالاساس طبعا في مجموعه اخرى من انتقال الحراره زي الكونفكشن اللي سطح العربيه وحاجه، لكن احنا بنتكلم مينلي على الايه، على الراديشن. وده بسبب ان هو بيعمل حاجه اسمها جلوبال وورمنج، يعني وجود قصر بقى السي او 2، نسبه السي او 2 لما تكون موجود في الجو بشكل كبير جدا معناه ان درجه حراره الجو هتزيد، لان ده عمليه امتص حراره، فده بيزود لي ايه، بيزود لي الجلوبال ايه، الجلوبال وورمنج. فالجلوبال وورمنج ده بيعلى في نفس الوقت بيعمل لي ديبليشن في طبقه الايه، في طبقه الاوزون اللي موجوده عندنا، بلس انه ممكن يعمل لي كمان حاجه تانية، بيعمل حاجه اسمها اسيديك ايه، اسيديك رين، بسبب وجود النيتروس الاكسيد النيتروجين اللي موجوده. فاحنا ان جنرال كده بشكل عام يعني المفروض ان احنا عندنا المداخن بتاعتنا بتطلع النوكس وثاني اكسيد الكربون وسوري والسلفر، خلاص كده في وجود السان لايتس الحاجات دي كلها بتبدا تكون حاجه من الاثنين، يا اما تنزل وتتكون في صوره رواسب على الارض، ودي طبعا ضرر كبير جدا على الايريسولز دي، بنسميها ايريسولز او البارتكلز، يعني بتبقى خطر كبير جدا على النباتات والحاجات دي كلها، يا اما بتروح في الجو تتفاعل مع وجود في وجود الاوزون اللي احنا بنتكلم عليه دوت، يبدا يحصل ايه، يحصل تكون ال H2SO4 او ال HNO3 اللي هو الاحماض المختلفه ديت، الاحماض المختلفه ديت في وجود الميه بقى يبدا يحصل ايه، يحصل ديسوسيشنز ليها وكلام من ده، تبدا تنزل لي بقى على الايه، على الـ الاشجار والحاجات دي كلها والمباني وغيره، وده يعمل لي يعمل لي اسيدز، يعني بس دي سولفد اسيدز، يعني اسيدز محلله وكلام من ده، تبدا تعمل تاكل عندي في الواجهات وغيره. طيب الاسيدز عامه بتيجي عاده منين، من الـ من الـ من الهواء، واللي هي بتيجي منين، بتيجي من الفحم والكربون والباور بلانت والحاجات دي كلها، يعني برضو في الاخر انت السبب، يعني في الاخر احنا برضو في الاخر بيبقى ايه السبب، لان الاحتراق ده هو الاساس بتاع الشغل بتاعنا كله. يعني اجي نفس نفس الكلام تاني، نفس السلايدز مره تانية. طيب الاميشنز بقى اللي بتطلع من الجرين هاوس جازز، يعني حاجه زي الكربون مونوكسيد، طبعا السي او ده طبعا ملوش لون ملوش روحه، نون ريتنج بات فيري بوزنس جاز، يعني غاز سامي جدا، بينتج من الانكمبليت كومبشن، حتى ناتشرال جاز الفحم الخشب الفوسيل فيول كله بيجي منه، بينتج من العربيات والحاجات دي كلها. في برضو عندنا برضو من نواتج الحاجات بتاعتنا تاثير الجرين هاوس افكت دوت اللي هو الكربون دايكسيد، وفي عندنا بقى ايه انواع اخرى من الايه، من الغازات زي الفولاتايل اورجانيك كومباوند، زي الايه، زي مثلا الميثان كاتيجوري اللي هو سي اتش 4، زي مثلا نون ميثان كاتيجوري بنسميها ان ام في او سي في او سيز، اذر هيدروكربونز بتبقى برضو ممكن تبقى موجوده عندنا، كل دي بتعتبر كومباوند كومباوندز يعني موجوده عندي في الايه، في الجو. خلاص كده ممكن تبقى حاجات اراماتيك زي مثلا البنزين، زي التولين، زي الاكسلين، حاجات من هذا الايه، من هذا الكلام، كل دي تعتبر بالنسبه لنا مواد موجوده على الايه، على الجو. طبعا تاثير الكلام ده قوي جدا لانه في الاخر بيرفع درجه حراره الجو. خلاص كده فانا عندي الجو، طبعا انتوا عارفين هو مجموعه طبقات، في احنا طبعا قاعدين في الطبقه الصغيره اللي تحت اللي هي طبقه التروبوسفير اللي هي مداها 10 كيلو، في الاستروبوسفير مداها 40 كيلو، في الميزوسفير اللي هي 50، وهكذا طول ما انت ايه، طول ما انت طالع بتغير الايه، الطبقات الايه الجويه. خلاص الكلام ده قلناه. وات ار ذا جرين هاوس اوف كونسيرنز بتاعتنا، كونسيرنز بتاعتنا في عندنا ناتشرال جرين هاوس، وفي عندنا حاجات تانية ناتجة من يعني بينتج عنها حاجات تانية، يعني من زي المين، زي الحاجات اللي احنا بنطلعها. الجرين هاوس العادي خالص اللي هو بينتج من ليه، من الووتر فيبر والميثان والسي او 2 والاوزون والنيتروس، ده بينتج عنه. خلاص كده ممكن ينتج عنه حاجات زي ايه، يعني سواء الناتشرال جرين هاوس او اللي هو الانثرو بوجينيك ايميشنز ده او ده، في الحالتين احنا بنطلع مجموعه من ايه، من الملوثات موجوده عندنا، سواء الايه عامه ان جنرال هي اكتر حاجه عندنا او عنصر مؤثر عندنا هو عنصر ثاني اكسيد الايه، ثاني اكسيد الكربون، ثاني عنصر تاثيرا بعديه اللي هو الاوزون، ثالث عنصر اللي هو ال N2O او النيتريك النيتروس اي اوكسيدز او اللي هو NO2. تمام، دي بقى كل دي الميكانيزم نفسه بيحصل ازاي، من ساعة ما الشمس بتبدأ تنزل، خلاص كده
بتعمل انرجي عاليه كبيره جدا، فبتبدا تعمل تاثير قوي جدا على درجه الحراره، فيبدا يحصل ان يحصل امتصاص للحراره داخل ايه، داخل الغازات المختلفه اللي هي ثاني اكسيد الكربون والـ H2O. فطبعا لما تيجي ترجع ما ترجعش نتيجه لايه، نتيجه للريفليكشن بتاع الهيت. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الاسيديك رين وتاثيرها على الجو، طبعا بتعمل دامج للبيلدينج، طبعا الحاجات دي بتعمل دامج للبيلدينج، بتعمل كروجن للماربلز والميتلز، بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، بتعمل مشاكل في التنفس، امراض تنفس يعني، بتنكريز القدره على الحموضيه في الطير في التربه، وبالتالي الزرع بيبدا يتاثر بشكل كبير جدا. فدي كلها ايه، طبعا بما فيها البحيرات، بما فيها النباتات المختلفه، كل ده التربه، التربه نفسها بتتغير او بتتاثر ب قيمه الايه، قيمه الامطار الحمضيه ديت، وبالتالي بتاثر طبعا على كل شيء موجود في على الارض يعني. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي موجوده عندنا في الاير بوليوشنز اللي هي السي اف سيز، اللي هي الكلوروفلوروكربون زي الفريقيونات القديمه اللي كنا بنستخدمها. طبعا النهارده بدات الار 22 دوت هنبطل نستخدمه دلوقتي، هنبدا نستخدم الفريقيونات البديله اللي هي 134 اي. 134 اي بيستخدموا النهارده الار 410، بيستخدموا الار 407. كل دي تعتبر ايه، تعتبر فريقيونات جديده الناس بتشتغل عليها دلوقتي وبتستخدمها. الار 410 407 دول بيستخدموا في الحاجات الاجهزه الانفرتر. خلاص كده ال 134 اي تشيلرات دلوقتي بقى بتنزل 134 اي كلها، وبقى بقيت الناس حتى في المواصفه بتاعتها بقى بتستخدم الكلام دوت، بقت طلعت الناس تستخدم الايه الار 22 نظرا لان هو مش انفايرمنتلي فريند. السي اف سي مش بس بتنتج من الفريونات والليكج بتاع الريفرجرنت ريكويرمنت بس، ده ممكن تنتج من بيرننج بتاع البلاستيك فوم نفسها، ممكن تبقى من السبراي كانز، دي ممكن تكون فيها بعض السي اف سيز يعني. ننقل على نقطة تانية وهي الووتر بوليوشنز، وعندنا الحقيقة في الووتر بوليوشنز في حاجات كتيرة جدا موجودة عندنا. ان انت بعض السورسز يعني زي المصانع طبعا بترمي البرودكت بتاعت المصانع، زي السويتش سيستمز او الصرف يعني انظمة الصرف، باور بلانت، محطات الكهرباء، الاندر جراوند كولمنز او اللي هي الصرف اللي هو اللي تحت الارض، الاويل ويلز او اللي هي الايه حاجات اللي هي حاجات الابار البتروليه وغيره، كل دي تعتبر بالنسبه لنا ووتر ايه، ووتر بوليوشنز. كل ما ترمي الحاجات دي كلها في الايه في الميه، ده يعتبر بالنسبه لنا بوليوشن قوي جدا. ازاي بنقلل الووتر بوليوشنز؟ طبعا اي بوليتن ترمي في الميه او اي حاجه المفروض ان هي في الاخر بيتم عمليه ايه، عمليه التعقيم ليها او عمليه تريتمنت ليها، وعمليه التريتمنت دي بتكلف اموال طائله يعني. احنا بنعمل حاجه بمنتهى البساطه لكن في الاخر بنكلفها محطات بشكل كبير جدا بممالغ طائله عشان نقدر نقول ان احنا خلصنا ايه، خلصنا المشكله التلوث ده. ضمن الحاجات اللي بيستخدموها في ان هم يقضوا على الووتر، الووتر بوليوشنز اللي هي الفلاتر. ففي عندنا مصانع كتيره جدا متخصصه في الكلام ده كده، الفلاتر دي بتبقى فلاتر بلاستيك كده، فبتبدا تنقي ليه، تنقي المحطات بتاعتنا من السوليدز والكلام من ده، بعد كده بيشيل العقاره من الميه، بعد كده بيبدا يحطها على فلاتر رمليه، ثم بعد ذلك يحطها على فلاتر رمليه مع زلط وكده وحصى، وبعد كده يبدا يعمل لها عمليه ايه، عمليه فلتريشن وتنقيه، ويبدا يستخدمها مره ثانيه في الري والكلام ده كله، كان ما بيستخدمهاش مره ثانيه في الشرب يعني. كده لا تستخدم في الشرب لكن تقدر تستخدمها معركه ثانيه في ليه، في الشرب في الري. برضو من ضمن النويز اللي موجوده عندنا اللي هي النويز بوليوشنز، ودي مهمه جدا جدا جدا. انا مش عايز اقول لحضراتكم ان في ناس بتفقد السمع بسبب موضوع النويز ده يعني. انا في ناس من زمايلنا يعني شغالين في مصانع، المصانع ديت النويز فيها عاليه جدا، ودق وخبط واصوات عاليه جدا، ومروح شغاله وحاجات قويه جدا، وما بيتبعش حاجات السيفتي، وده احنا نتكلم عنه على فكره، نتكلم بشكل كويس جدا على السيفتي ريكويرمنتس في البوليتنس المختلفه، سواء للهازرز المختلفه يعني، سواء بقى الكهرباء، سواء الهواء، تلوث الهواء او تلوث النويز السمعي، الحاجات دي كلها نتكلم عنها. بس انا عايز اقول حاجه، عايز اقول النويز دي صعبه جدا، المفروض ان انت ليك رينج معين من الديسيبل المفروض بتتعرض له كل يوم. اللي انا بقوله ده على فكره ده مقدمه بس عشان هبدا اتكلم في الرولز والقوانين بتاع اللائحه التنفيذيه. فعايز اعرف اقول لك مثلا العادم مثلا تيجي تروح مثلا تقيس عادم العربيه بتاعتك وتعمل اختبار ليها يعني،
في المرور يعني عشان ترخص المفروض نسبه السي او كام، السي او 2 كام، النوكس كام، مش عارف كذا، عشان تبقى اكسبتبل. تمام كده. فانا بالنسبه لي برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا النويز، النويز اللي بيتخص بالدي سي، بالديسيبل. الديسيبل الحقيقه ده حاجه مهمه جدا، وحده قياس طبعا الساوند انتنسيتي او شده الصوت يعني، ودي المفروض ليها ارقام مهمه جدا لازم نبقى احنا عارفينها وعارفين دي قد ايه. التعرض مثلا لحاجات من ديت، حاجات عاليه فوق ال 50 ديسيبل لفتره زمنيه تتجاوز ال 8 اورز كل يوم، ده حاجه في منتهى الخطوره، تؤدي الى فقد السمع، فقد السمع بلا مبالغه. تمام. طيب عشان كده الاير بروتكشنز والحاجات دي كلها لازم ناخدها في الايه، في الاعتبار الحقيقه. طبعا الماشينز والساوند، والراجل بقى اللي ماشي وحاطط لي سماعات في العربيه كلها وعمال دب 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 شغال في الشارع، ماشيني عمال يدبدب، خلاص كده كل الكلام ده يعتبر على المدى القريب هو مش حاسس بيها، لكن بعد كده لما بيكبر بيبدا يحس بالمضاعفات بتاع اللي كان بيعمله ايام ما كان صغير وكان ماشي في الشارع. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. بيبدا يسمع طنين في الاذن، ويبدا يحس ان دايما تاثر السمع بتاعه، وتاثر او ما بيوصل عند 30 سنه بالظبط، عند 30 سنه او حاجه و30 سنه على طول بيبدا يحس بالاعراض دي. ودي على فكره مش حاجه، دي دراسه معموله فعلا في الموضوع دوت، ان انت طول ما انت قاعد في العربيه وقافل وعمال تشغل الساوند بصوت عالي جدا، الموضوع ده بيأثر بشكل كبير جدا على لو انت، خاصه ان انت بتقعد في العربيه فترات زمنيه طويله يعني. تمام. طيب فعندنا طبعا الكلام ده بيجي من ماشينز، من ايركرافت، من ترينز، الترانسبورتيشن سيستمز، الموتورز، المصانع، الحاجات دي كلها. طبعا النويز هنا ليها نويز ليفل، وليها تبقى ليه، تبقى للقواعد بتاعتنا وتبقى للرولز. المفروض ان انا ليا ديسيبل ليه معين، وليا فتره تعرض فتره معينه. برضو اللاند بلوشنز اللي هي الارض وكلام من ده، طبعا اللي هي الحاجات السوليدز اللي بتترمي في الارض، والحاجات الدفن اللي بتترمي في الارض، والكلام ده كله، كل ده بيأثر ايه، بيأثر طبعا على الارض، بالذات لما يكون عندك حاجات كيميكال او حاجات فيها راديشن بتبدا تدفنها في الاراضي او ترميها على الارض. كل المقدمه اللي فاتت دي مقدمه جميله وكل حاجه، الغرض منها يا شباب ان انت في الاخر عايز ادرس انا ليه البوليوشن ده ازاي اعالجه، يعني الحاجات دي ازاي اعالجها. فظهر عندنا القانون ايه، قانون البيئه اللي انت شايفه ده قدامك. القانون البيئه دوت ده عباره عن مجموعه فصول واحكام. احكام، انا مش هتكلم على الاحكام ولا القوانين. فمن ضمن الاحكام ماده واحد هي كلها مثلا ديفينيشنز، يعني بعرف يعني ايه بيئه، يعني ايه هواء، يعني ايه اتفاقيه، فاهمين قصدي؟ بيعرف يعني ايه تلوث هواء، يعني ايه تلوث بيئي، يعني ايه اصلا كلمه تلوث بيئي. يعني مثلا كاتبين في القانون بيقول لك ايه، كل تغير في خواص البيئه يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الاضرار بصحه، الاضرار بصحه الانسان والتاثير على ممارسته لحياته الطبيعيه، او الاضرار بالموائل الطبيعيه او الكائنات الحيه او التنوع الحيوي او البيولوجي. تدهور بيئه يعني حمايه ايه، تلوث الهواء يعني مركبات النقل السريع اللي هيتكلم عنها في القانون ايه. فدايما اي حاجه في الدنيا لازم فيها مقدمه اللي هي ماده رقم واحد بتعمل الكلام ده. على فكره ما يهمنيش القانون قد ما يهمني اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون، ازاي انفذ ايه، انفذ القانون نفسه. تمام كده. في عندي التلوث البيئي، بعد ما تجد شويه ديفينيشن ايه المواد والعوامل البيئيه المختلفه، خلاص كده والكلام ده كله، كل الكلام ده ابدا ايه، ابدا اعمله ايه بشكل كبير جدا، يعرفه يعني. بعد كده عندنا الباب الثاني بيتكلم على حمايه البيئه الهوائيه من التلوث، وهو ده اللي احنا ايه، اللي احنا هنتكلم ايه، هنتكلم عنه من مره ليه، المره اللي جايه، لان ده هيبدا نخش بقى في اللائحه التنفيذيه وعباره عن ايه، والعربيات تمشي بسرعه كام، سوري العربيات نسبه التلوث اللي خارجه منها كام، العربيات الحديثه تبقى نسبه التلوث بتاعتها كام. طب النهارده العربيات شغاله يورو 3 ولا يورو 4، ودلوقتي بقى في حاجه اسمها يورو 5، فكل الكلام دوت احنا شغالين عليه ولا لا، هو ده اللي المفروض نبص عليه وندرسه في اللائحه ايه، اللائحه التنفيذيه. تمام. حد لأي سؤال يا شباب؟ تمام يا دكتور. ماشي يا شباب. بدأت السكشن ولا لا؟ لا لسه. لسه ليه؟ ما احنا مش عارفين مين اصلا المعيد. مهندس عمرو وائل يا باشمهندس. مش عارف. عمر باين صح؟ هو عمر مش عارف. هو فين؟ خرج تقريبا ولا موجود عمر؟ طيب خلاص، المهم يعني بلغ عمر بس يتواصل مع مهندس او يتواصل معايا، ابعت له نمره مهندس عمرو وائل يعمل يبدا معاه عشان يبدا السكشن معايا، يعني كده كده احنا بنهرج يعني.
حاضر هقول له. خلاص ماشي هقول له ماشي يا حاضر. ريس. اوكي ماشي، شكرا، ماشي ماشي يا عبد الله. يا سلام، مع السلامة. سلام.